والمزيد ينضم إلينا من الباحة مراسل الإخبارية خالد ربيع. بداية خالد، أهلا بك في نشرة السادسة. خالد، لو وضعتنا في إطار المشهد لديك وفي إطار الصورة فيما يتعلق بتلك المتنزهات ومدى الإقبال عليها من المصطافين والخدمات المقدمة فيها. بداية أرحب فيك يحيى، أرحب بجميع السادة المشاهدين. بالفعل المنتزهات والغابات هنا في منطقة الباحة تشهد إقبال كبير من قبل السواح والمتنزهين هنا في منطقة الباحة. هناك العديد من الخدمات التي تقدمها أمانة منطقة الباحة والتي هيئتها لاستقبال المصطافين في جميع المنتزهات في المنطقة. طبعا نحن الآن يحيى نتواجد في غابة رغدان، وهي من أهم المنتزهات المتواجدة في منطقة الباحة، حيث تقام هنا العديد من الفعاليات والبرامج التي تنظمها الجهات المعنية. هناك إقبال كبير من قبل المتنزهين والمصطافين، ولا سيما أن الأجواء هنا في منطقة الباحة جميلة جدا، حيث الضباب الذي يعانق جبال الباحة والأجواء الباردة التي تتمتع بها منطقة الباحة. أترك الصورة لك يحيى والسادة المشاهدين للاطلاع على هذا المنظر الجميل الذي تتمتع به غابة رغدان والإقبال الكبير الذي تحظى به هذه الغابة. المهرجانات والفعاليات هنا في منطقة الباحة مستمرة طوال فترة الصيف، يعني نتحدث غدا بإذن الله تعالى سوف يكون هناك مهرجان التمور في محافظة العقيق، أيضا الأسبوع القادم سيكون هناك مهرجان عروس الباحة الذي تنظمه الغرفة التجارية بمنطقة الباحة، بالإضافة إلى المهرجانات والفعاليات التي سوف تقدمها الجهات المعنية هنا في منطقة الباحة. الفعاليات سوف تكون في غابة رغدان، سوف تكون أيضا في منتزه الحسام، حيث منتزه الحسام تم إغلاقه لمدة 8 أيام لتجهيز المنتزه لاستقبال هذه الفعاليات واستقبال أيضا الزوار. أيضا هناك عملية الإجراءات الاحترازية تقام بتنفيذها هنا الجهات المعنية، الجهات الأمنية، أمانة المنطقة. يعني الأجواء جاذبة هنا في الباحة، الضباب، الأمطار، الجو جميل وشاعري، واستذكر قول الشاعر الذي يقول: العطر والشيح والكادي فواح في زهرة بلادي، جمال وخاذ وينادي، الباحة الباحة الباحة. نعم خالد، بلا شك الصورة من خلفك تعبر عن تلك أو ذلك الجمال في منطقة رغدان والباحة. إذن جزيل الشكر لمراسل الإخبارية، كان معنا من الباحة خالد ربيع، شكرا لك.